مساء الخير. في زمن المجالس الانتقالية سيكون وليد جنبلاط رئيسا لمجلس انتقالي مؤقت، حيث الربيع في الحزب التقدمي مؤجل إلى خريف عام 2012. جنبلاط رافض الشمولية، لن يغادر رئاسة الحزب إلا بعد إتمامه 35 عاما على رأس القيادة، ومن بعده لا توريث. في خطابه أمام الجمعية العمومية لم يعلن جنبلاط الانقلاب على حركة الثاني من آب يوم أخذه الحنين إلى العروبة وفلسطين، ولكن في الخطاب نفسه كانت كل عبارة تسجل انقلابا قائما بذاته، فهو مع سوريا وضدها، داعما الشعوب الحرة الحرة، مناهضا نظريات الممانعة السخيفة التي تفاوضت على المسرح اللبناني حربا وسلما، نادى بترسيم الحدود انطلاقا من شبعة وكفر شوبة، رفض انتهاك الحدود لأي حجة، واختفاء سوريين على أيدي شبيحة، لبنانيين ورسميين تابعين لبعثة دبلوماسية، وذلك في إشارة واضحة إلى السفارة السورية. وبعدما ردد في 17 من أذار عام 2010 عبارة أسامح وأنسى، أعاد الوليد ذكر الكمال الذي اغتاله الاستبداد العربي، وقال إن كمال جنبلاط كان يحتقر النظريات الشمولية ويريد عالما عربيا متعدد الديمقراطية، ورفض دخول السجن العربي الكبير فاغتالته الشمولية، وها هو السجن ينهار. في باقي محاور الخطاب، جنبلاط مع المقاومة، ولكن هاتوا سلاح حزب الله إلى طاولة الحوار وضمن خطة دفاعية. المحكمة مسيسة لكن مولوها، والأهم أن صفحات جنبلاط المضيئة كانت في ثورة الاستقلال عام 2005 مع قوى 14 من أذار، وعلى هذا الحنين ترتكز ألوان وليد جنبلاط بعدما كانت قوس قزح. وإذا ما صحت معلومات صحيفة الديار الملتقطة بالصوت والصورة كما قالت، فإن زعيم التقدمي سيصعد إلى المختارة للاحتفال مع سقوط النظام السوري، وسيطلق الأسهم النارية ابتهاجا، بل سيعمل على إنارة قمم الجبال في المنطقة. وبحركة تشبه الرد على تصريحات جنبلاطية سابقة، تحرك دروز سويداء دعما للنظام السوري ورفضا للتدخل الخارجي. أما عربيا فقد وصل إلى الدوحة الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم للاجتماع باللجنة العربية المكلفة حل الأزمة. وأخطر ما سبق اللقاء هو كلام الرئيس السوري بشار الأسد لصحيفة ساندي تيليغراف البريطانية، يحذر فيه من زلزال يحرق المنطقة بأسرها في حال حصول أي عمل غربي ضد دمشق، وقال إذا كان المشروع تقسيم سوريا فهذا يعني تقسيم المنطقة برمتها، تقسيم يفتح على دويلات علوية وكردية وشيعية وعلى مذهبية وتطرف باستطاعة سوريا تفاديه وعدم استعمال أوراقه إذا استجاب النظام لمطالب لجنة الجامعة العربية القليلة والمتواضعة. فما يطلبه العرب ليس مستحيلا، ويتلخص بوقف العنف والذهاب إلى الحوار، وإذا لم تستجب دمشق لهذين المطلبين فإنها تكون قد دفعت بنفسها إلى التدخل الأجنبي الذي ترفضه اللجنة العربية وتجهد لمنع حصوله.